كريم يا أبناء أمتنا العربية المجيدة، إن التحديات والمخاطر التي تعصف بأمتنا اليوم تجعلنا أمام مسؤولية بالغة الدقة والحساسية، تستدعي نهوض الأمة من الخليج إلى المحيط وتوحيد الكلمة والصف ونبذ الفرقة والتشتت وخلق جبهة عربية واحدة للتصدي للرياح الصفراء القادمة من الشرق، وبالتحديد من خلف جبال زاجرس، لتدمر أوطاننا وتمزق صفنا تمهيدا لاحتلال أمتنا ومحو تاريخها العريق. يترك للدولة الفارسية صديقا أو حليف، وإن انتهاكاتها المستمرة والمتكررة للقوانين الدولية التي كان آخرها اقتحام السفارة السعودية والعبث بممتلكاتها على يد عناصر الباسيج، اليوم أمام فرصة تاريخية لتوحيد صفوفنا والبدء بمعركتنا التحررية الحاسمة مع العدو الفارسي المحتل. فالأرض والجماهير الأحوازية والعربية والمناخ السياسي الإقليمي والدولي بات مهيئ. أيتها الفصائل الوطنية الأحوازية، إن حركتكم المكافحة، حركة النضال العربي لتحرير الأحواز وبعد ثورة الإصلاحات التي قامت بها لتصحيح المسار التنظيمي والوطني للحركة، والتي تمثلت بفصل رئيسها السابق حبيب جبر بسبب التجاوزات التي ارتكبها بحق القضية والحركة، هي اليوم أكثر جهوزية واستعدادا لمواجهة العدو بالميدان عبر كتائبها البطلة، كتائب الشهيد محي الدين الناصر، والتي وجهت عمليتين بطوليتين ضد المنشآت النفطية قبل أقل من شهر، وهي جاهزة اليوم ولديها كامل الاستعداد لأن تنقل المعركة للعمق الفارسي. تطلب ذلك إخوتنا في الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية قيادة وكوادر. نبارك لكم مرة أخرى الذكرى 26 لتأسيس جبهتكم، جبهتنا المباركة، متمنين لكم التوفيق والسداد في عملكم الوطني المبارك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.